احنا فين؟ ازاي جينا هنا؟ سكوت، اهلا بيكم في تحدي اللون الواحد. عشان تكسبوا لازم تتحولوا لعنصركم. انا اللي هقرر مين هياخد اي عنصر. اوه لا لا لا، انت ميا، دوركم بعدين. اوه لا، انا خايفة. ارض، انا اخدت الهواء. ليه؟ انا بكره النار. تحدي اللون الواحد هيبتدي. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. يلا نشوف. قطع مش مفيدة. ايه ده؟ اعتقد ده ممكن يكون مفيد. ايه ده؟ قماش تاني؟ اعمل ايه بيه؟ ده تريكو. انا بحب الغزل. خلصت. للأسف المقاس غلط شوية. مش مشكلة كبيرة، لازم بس أفرده شوية. أهو بقى عندي سويتر جديد ودافي. دول قطع ملونة. طب لو عملت فستان منهم؟ شكلها خطة كويسة. أنا خلصت على مقاسي بالظبط. أنا عارفة إزاي أكمل المهمة قبلهم. مكنة الخياطة هتساعدني. الفستان جاهز. إيه اللي جوه الصندوق بتاعي؟ مبتذل جدا، كارثة رهيبة، وكمان اتحرق دلوقتي. إزرار. إيه ده؟ يا شباب، اعملوا لايك عشان اخد لبس مناسب. شكرا. نفع. ايه اللي بيحصل؟ لازم اسرع. وبكده ضمنت الفوز. فاشلين. متكبرة قوي. تحدي الميك اب وقتنا هيبدأ دلوقتي. هبدأ بالفاونديشن. الكونتور كويس مش هيضر. المهم ادمجه كويس. هحط بودرة على انفي. هبدأ بالعيون. كل ما تكون اخضر يكون احسن. جاهزة. رائع. بالراحة شوية. كفاية اخضر. وقت النظيف نمش وورد وشوية أبيض خفيف. أهو. محتاجين نار أكتر. هنا هو. هي. خلصت. كنت هنسى. العدسات. إجلام اكتمل. مية. نار. أرض. هواء. أعمل إيه في شعري؟ اوه ايوه، انا عرفت. شوية صبغة زرقاء، ده اللي انا محتاجه. همزج كويس وهصبغ شعري بحذر. ده كتير قوي. كده احسن بكتير. انا عجبني. لطيف جدا. انا هستخدم قوتي. انا هعمل كيرلز للشعر بالتربة. عشان اعمل كيرلز سحر الأرض اشتغل. نفق. ده وقت إن أسرحه. مش مشكلة خالص، أنا أقدر أعمل تسريحة جميلة. دي اتزنقت. أنا خليت الوضع أسوأ. كله تمام. مجفف شعر؟ هشغله. ده بيجفف جامد قوي. في حاجة غلط حصلت. هرجع شعري تاني وأصبغه بينك فاتح. خلاص، أنا الوحيدة اللي ما عملتش تسريحة. ده مستحيل. جميل. إزرار. الزراير راحت فين؟ هنعمل إيه بكل الحاجات دي؟
إحنا محتاجين حلقان، في حاجة لطيفة لكل عنصر. ورق ليا، أنا مجنونة بالريش. هضيف الخرز مع بعض. جاهز. حلق ليانا، منظر جميل للعين. أنا لازم أكسب. جاهز. هو أنا كسبت خلاص؟ يلا نشوف النتائج. هاي أكيد هكون أنا. نفق. أنتي خسرتي. أوبس. إزاي تعملي كده؟ إيه اللي بيحصل لي؟ أنا رجعت نرد تاني. عمرنا ما هيكون عندنا أصدقاء. أنا بكره الولاد. كل العناصر دول مزيفين تماما وفوتوشوب. عمر شكلنا ما هيكون كده. استني، ده بالظبط اللي احنا محتاجينه. ممكن نكون بالجمال ده. هتشوفي. روكسي. انا موافقه، شكلها خطه كويسه. طيب يلا نبتدي عمليه التجميل. ايوه ايوه، ابتدوا شغل. انا ما عنديش اي ميك اب. الميك اب بتاعك مش هيساعدني. الحبوب سيطرت على وشي. انا اعرف ازاي اتعامل معاهم. انا مش شايفه اي حبوب تاني. انا بستخدم فوم للتنظيف. عينيا لطيفه. اما بالنسبه لي انا هفرقعهم كلهم. وانا هستخدم باتشز حبوب غير مرئيه. ده بياخد شوية وقت. الحباية هتروح مع الباتشز. العلاج الطبيعي هيساعدني. عصارة الصبار هقطعه. هياخد اللب وهحط العصارة على وشي. بصي صبار ده موضة قديمة. هي عجوزة. ايه المشكلة؟ على الأقل طبيعي. بصوا الحبوب راحت. تقشير الوش هيغسل كل حاجة. مقشر الوش هو سلاحي الطبيعي. ناعم وسلس. أي حاجة إلا دي. للكراش بتاعك، يلا اعمليها. طيب هعملها. باتش تحت العين لعيون فريش. باتشز لقبلة رقيقة. وقت توديع حواجب ملتصقة. أنا خايفة قوي. بصي أهي زندية. ولمسات احترافية. الكونسيلر هيخبي كل حاجة. هاي ما تبصوش. بودرة الوش دي خفيفة زي الهواء. يلا نخلي أفضل الملامح واضحة أكتر. هنعمل الشفايف. الميك اب قرب يخلص. كل اللي فاضل هي لمسة ألوان. بنات انتوا مستعدين؟ أو لا، ثانية واحدة. هنلجأ للسحر. أنا كمان جاهزة. لازم تشوفوا احنا لابسين ايه. لازم نصلح ده دلوقتي. بنات اختاروا اللبس بتاعكم.
مفيش حاجة نافعة، أنا ما عنديش حاجة ألبسها. أنا عندي فكرة. اللبس ده ممكن يدفع شوية في الفرن. أيوة خلاص. واو، ده سخن جدا وستايلش. في حاجة زي البقعة على هدومي، أنا لازم أغسلها. اتغسلي كويس يا صديقتي. أهو الجل السحري بتاعي. إيه اللي حصل لحاجاتي؟ واو، دلوقتي بقى شكلي شلال من الفخامة. لأ لأ، أنا مش عاجبني أي حاجة منهم. ليه ما عنديش اللبس المناسب؟ واو، ده كان في الواقع كويس. كلهم عندهم لبس وأنا لأ. ما تعيطيش يا أرض، أهو الورد المفضل عندك. أنتي جميلة جدا. إيه؟ سحر الغابة أدى الغرض. بنات بصوا، إحنا نجحنا، إحنا بقينا أفضل نسخ من نفسنا. هي أربع عناصر، جاهزين تبروهم؟ واو، هما رائعين جدا. أنا عايزة أكون زيهم. استنوا، ده اللوك رائع. هي يا بنات، تحبوا تخرجوا معنا؟ نحب، لكن أنتوا لأ. ده وقت الحمام. استنوا، أنا هروح الأول. ميا، أسفة، لكن أنا هكون أول واحدة. أنا كنت هنا قبلك. أنا اللي هدخل الأول. أنا على وشك الانهيار. أوبس، إحنا فين؟ أنا بس كنت عايزة آخد شاور. إيه اللي بيحصل؟ هو ده بركان؟ برافو يا نار، ده حمام البركان اللافا بتاعي. شيلي ايدك، ممكن تتحرقي. انا لازم افكر في حاجه مميزه لنفسي انا كمان. مثلا بانيو من السحاب، شكله رائع. هوا، الحمام بتاعك رائع. احنا كمان محتاجين حمام عناصر خاص بينا. الاحجار دي هزين البانيو بتاعي. هما ليه تقال جدا. طب لو استخدمت سحر النار؟ واحد، اتنين، تلاتة، كل ما الأحجار زادت كل ما بقى أحسن. وشوية لهب، ممكن أعمل شعلة حتى في قلب من الحجر. دلوقتي أنا هاخد حمام، في نار فاضلة. ابتدي شغلي يا حبيبتي. أوه أيوة، رائع. الفوطة ممكن تتحط فوق هنا. واو، كده كمان أفضل. سيلفي عشان افتكر اللحظة دي. الحمام بتاعي هيكون هنا. قوة العناصر، ساعديني. واو، جميل قوي. لازم اعمل فتحة للمية. ممكن تحتاجي فيس. واو، نفع. هاي فاي، ده دوري دلوقتي. قوة الارض للانقاذ. ما نفعتش. مرة كمان. أرض مضحكة جدا. بعد كده هحفر بانيو بنفسي. هي بتخطط لإيه؟ بزرع بزرع. ميا، ممكن تساعديني؟ طيب، شكرا. أوه أيوة، نفعت. الحمام بتاعي جاهز. جميل قوي. أرض مشغولة في إيه؟ لما تخلصي الحمام لازم تنشفي نفسك. طيب وهوا، الفوطة دي ناعمة جدا. أنا كمان عندي فوطة. مفيش خلاص، إزاي هنشف نفسي دلوقتي؟ أنا عارفة، أنا عندي مجفف للشعر. واو، بقى جميل أكتر دلوقتي. لطيف جدا، الورد في كل مكان. أنا هضيف ورد كل حيطة.
الحمام بقى فاخر جدا، وده كمان مش هيضرني. ممكن ابتدي بالرموش. لا، ده لا يحتمل. انا محتاجه مرايه دلوقتي. مستعده دلوقتي، ممكن اعمل الميك اب. سيبي مساحه، انا كمان محتاجه اظبط الميك اب بتاعي. المرايه دي بتاعتي، سيبوني امشي. وانا هو ده كان ايه؟ ممكن تساعديني انشف فوطي انا كمان؟ اكيد، مفيش مشكله. انت لطيفه قوي. شكرا. الموضوع ان احنا ما عندناش مكان نحط فيه الفوط بتاعتنا. انا عندي فكره، شمع كل العناصر في مكان لمجفف ناري. شعور رائع ان يكون عندك البانيو الخاص بيكي، الاول والوحيد. انتوا لسه هنا؟ فضوا الحمام، في طابور. اوبس. طيب احنا هنمشي. انا لقيت خريطه، يلا بينا. لازم نمشي من الطريق ده. لا، من هنا. لا، هنمشي على طول. احنا وصلنا. واو. ايه اللي بعد كده؟ يلا نستخدم السحر بتاعنا، قوة العناصر. ساعدينا، افتحوا. هاي دي احجار. اقفوا في الصف، كل واحد هياخد واحدة. الزمرد ليا، اتفضلي. انا عندي قوة جديدة. ده رائع. دوري. الألماس ليكي. أنا هشوف القوة بتاعتي. أوه واو، أنا كمان عايزة. أنتي هتاخدي الزفير. نار. طب وأنتي؟ الياقوت بتاعي اتحول لفحم. جربي القوة الخارقة الجديدة بتاعتك. هجرب. أوبس. ده سخن. محتاجين نعرف ايه اللي حصل للسحر بتاعي. انا مش عايز اعرف، الدكتور بس هيشوفي. فيهو، ده ممكن ينفع. لازم استنى، ما كانش قصدي. امشي من هنا، المره الجايه هجيب البوليس. دي كانت حادثه، سحري. ما تقلقيش، كله هيكون كويس. شويه اوراق شجر كمان وهكون خلصت. المراجيح هي الأفضل. أو مرجيحة. أرض. دلوقتي دوري. واو، شعور رائع. مرجيحة لطيفة، ممكن أجرب؟ أكيد طبعا. واو، هوائية جدا. واو، خلينا أجربها. حاجة لطيفة منك. بقى حر هنا. يلا ناخد ده، كده أفضل. هناخد كل حاجة. هاي، هناخد ده وده. طريقة الدفع، أحجار. ده المفروض يكون كفاية. واو، دي معجزة. شكرا، نتمنى لك يوم سعيد. بنات الأحجار، هخليكم في تفكيري. أهم واحدة كفاية إن أنا أبقى غني. مين هناك؟ دي أنا. ممكن تاخدوها تاني، دي حرقت نص بيتي. ده حقيقي؟ ما كنتش قصدك. أنا بحاول أعمل ابتكار، هضيف زمرد في المية. فوالا، المشروب المميز بتاعي جاهز. أنا كمان هجرب.
مختلفة. دوري. أنا هضيف ياقوت للمية. نفر. هوا. طب والحجر بتاعي؟ أنا معايا ألماس. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. دي مجرد مية. مين هناك؟ المشروب بتاعي دلوقتي. أنا هجر. شكله لذيذ. الياقوت بتاعي. مشروبي. هو فين؟ يا شباب، مين اللي شربت المشروب بتاعي؟ ما عنديش فكرة. هوا. ابتسمي. لحظة. طيب. ده كان انتي. في الحالة دي، أنا هشرب مشروبك. ده عد. أعتقد إني وصلت كله، صح؟ مية. مي؟ أوكي. ممكن تاخدي لي صورة في الشاور الجديد؟ أكيد. ابتسمي. واو، ده حلو. لطيف جدا. أحب أعمل فوتوشوت زي ده. غيري بس. بصي للكاميرا. وابتسمي. رائع. دور أرض بعد كده. هايل. نار. مذهل. الفوتوشوب كانت حاجة تانية. بصوا، احنا شكلنا رائع. بسرعة علشان ما يفوتناش أي حاجة. مطلوب 4 أحجار. نعمل إيه؟ الحاجات الرائعة اللي ممكن تعمليها بالريش ده. في حد بيدور على الأحجار بتاعتنا. يلا نرجعهم تاني. دي فكرة مش كويسة. انتي شفتيها، رجعيها تاني. هي هنا. ناك ناك. افتحوا. مين هنا؟ هاي، احنا جبنا الأحجار. واو، أنا مديونة لكم. طب إيه بعد كده؟ دول ليكم. باي باي. أحجار. أخيرا. نعمل إيه دلوقتي؟ افتحوها. واو، دي فلوس كتيرة قوي. أعتقد هتكون مفيدة في يوم من الأيام. نار، جربي سحرك دلوقتي. متأكدة؟ قوة النار. رجعنا تاني. قوانا السحرية بقى كويسة. وكلنا مع بعض. ده هايل. العناصر اتحدوا. أنا لازم أنام. وأنا كمان. أحلام سعيدة يا بنات. بصوا يا بنات، إيه اللي بيلمع ده؟ واو، دي بوابة. استني، المرور من بوابة عشوائية فكرة سيئة. رائع. استني، أنا جاي وراكي. يمين يا داكوتا. هاي، أنا فقدته. تعالي معايا يا دفني. واو، بوابة سحرية. مش لطيف قوي هنا. دي أوضتنا السرية. البوابة اختفت. أوه لا، هنرجع تاني ازاي؟ ايه مشكلة أشلي؟ هي كويسة؟ هي بتتفتح زي الزهر. بصي على الحيطة دي. دي سلسة جدا. ورد لينا كلنا. انتي كمان بتفتحي. ما تلمسيش الشوك بتاعي. بنات، حاسة ان عندي قوة جديدة. بصوا ممكن اعمل ايه. واو، لطيف يا أشلي. ازاي عملتي كده؟ لسه في حاجات تانية. قوة الورد. واو، كرسي بينك. حبيته. أنا عارفة صح؟ دلوقتي ده عرش الورد بتاعي. لا لا لا، مش مسموح بالمتسللين. ليه أنتي شريرة قوي كده؟ ده الجنب بتاعي. طيب، يبقى أنا هبقى في النص. الحيطة دي محتاجة لون جديد. طيب يا رولة الدهان، يلا بينا. ده هيكون رائع.
صديقي الصغير اللي بريش، الحتة بتاعتي زي الكروم في الغابة. بصوا على الصحراء بتاعتي، دي المساحة المثالية للصبار. أنا عندي فكرة، ساعدني يا صديقي الأخضر. عشب في كل مكان، ده جميل، حاجة مشوقة. إيه النبات ده؟ واو، أول صبار ليا. واو أشلي، الوردة الصغيرة اللطيفة بتاعتي. أوه لأ، وحيدة قوي على الحيطة دي. دافني، ممكن أستلف السبراي بتاعك؟ أنا محتاجة ترطيب أكتر دلوقتي، بنكبر. هاي يا ورق الشجر، دي جنينة جميلة قوي، ده جميل. أنا كمان عايزة زين الصحراء بتاعتي. حفار؟ طيب، شاكوش؟ فعلاً؟ كنت بس عايزة السحر بتاعي ينفع. طيب، ماشي، أنا هعملها بنفسي. أهو، دلوقتي القاعدة بقت قوية، لكن ناقص حاجة. دافني، ممكن تديني شوية خضرة أرجوكي؟ طبعاً، اتفضلي. شكراً يا دافني. واو، أخضر جداً. ممكن أبدل معاكي بقطعة خشب؟ طبعاً، اتفضلي. كفاية، مش نافع، أنتي محتاجة ألواح أكتر، اتفضلي. شكراً. البنى سهل. أنا عملت بيت رائع، لكن في حاجة ناقصة. طبعاً، أنا محتاجة شجرة تفاح، أهي البذرة. واو، طول عمري نفسي في بيت شجرة، لكن هطلع ازاي هناك؟ ورد، ورد ليكم كلكم. فعلا هي بتبالغ قوي في الورد. ازدهار الورد، امشي خلاص يا قوة الورد. ورد، كفاية، انا مش قادرة استحمل خلاص. انا محتاجة احمي نفسي من فتاة الورد المجنونة. اهو السور، شايفاه؟ دي أرضي. طيب، مطرب. أوه أيوة، ده اللي أنا محتاجاه. ما تخليش فتاة الصبار تشوف. هاي، أنتي، أنتي هنا تاني ليه؟ فين السور بتاعي؟ عمل سلم هايل. الوردة المجنونة دي هتهاجمني تاني. بصي، واو، الصبار الجديد المفضل عندي. شكرا يا دافني، انا مسامحاكي. انا همتزج مع الورد. حديقة الصبار بتاعتي هنا، لكن دلوقتي انا محتاجة اشعة الشمس. انا عندي فكرة، خليكي هنا دلوقتي، نوري. دافي جدا دلوقتي، دافي جدا بزيادة، حر قوي زي الصحراء. انتي هتعمينا، اقفليها. فتاة الصبار مش مهتمة. انا عندي فكرة، المصباح اللطيف بتاعي، اراهنك انك غيرانة جدا. انا محتاجة اوصل اضاءة لبيتي الصغير، ده رائع. أشلي، بصي على الإضاءة بتاعتي، أعمل إيه تاني؟ أجواء الورد، أجواء الورد. أشلي، ممكن أستلف الشال بتاعك؟ دلوقتي بقيت مرتاحة. راسي، دافني، أسفة يا أشلي، الصحراء دي قاسية قوي، مش عارفة ارتاح في أي مكان، أنا بعاني. سبايكي المسكينة،
يلا نساعدها. أيوة، هنستخدم سحرنا. أهو كرسي مريح يا داكوتا، دلوقتي الصحراء بتاعتك هتكون مريحة أكتر. شكرا يا بنات، انتوا الأفضل. أوه، انتي من الفرحة فتحتي. أيوة، شكرا جدا. واو، ايه ده؟ فرحة. انتي ملاكي حبيبي. ايه؟ مش عارفة اظبط الكاميرا. خليني اشوف. وانا هاي، ممكن تتحركي؟ ده دوري. اوه حبيبتي، ما تعيطيش، احنا هنا، بابا هنا معاكي. هاي، شكرا. لا شكر على واجب. حزن. خليني اخد صورة. ابتسمي يا أميرتي. مبروك، انتي بطلتنا يا رايلي. شفت الجول اللي جبته؟ ايوه يا حبيبتي، كنتي رائعة. كل حاجة هايلة. طيب، ها؟ بص عليها يا بابا. فاكرة نفسها بطلة. طيب، أنا بطلة، عندي ميدالية. واحدة بس؟ فاشلة، وريها يا حبيبتي. عندي ميداليات كتير. عايزة تتحدي بطلة حقيقية؟ يلا نلعب. إيه اللي بيحصل؟ مش عارفة. بابا، نلعب؟ ده غريب. طيب، يلا نحاول. مش عايز. حبيبي، يلا، روح، اعملها. موافق. أوكي، أنا مستعد. هتخسر. أوتش. بابا، عيلة فاشلين. تاني. أوكي. أوبس، أنا زهقت. أنا مش هغلط المرة دي. استسلمي يا فاشلة، ده مش معقول. إيه ده؟ ده غضب. أوش بابا، سنتي. يلا يا بيبي، البنت دي مجنونة. ده اللي هيحصل لكم كلكم. دلوقتي نقدر نحتفل، هزمناهم. بابا، رايلي، انت الأفضل. أو لا، في حاجة غلط في الذكرى دي. يا جماعة، اعملوا لايك للفيديو علشان الكورة تتصلح، أرجوكوا. إيه الجواب الصح؟ إيه؟ ماما؟ إيه اللي بيحصل؟ أوه، حزن. استني هناك، ساعديني. استني كده، كويس. يلا، شكرا. العب. يلا نشوف إيه اللي بيحصل هناك. حبيبتي، ما تقلقيش. طيب يا رايلي، مامتك حامل، هيجيلك أخت صغيرة. إيه؟ إيه؟ بس ليه؟ ده شيء رائع، لازم نروح المستشفى. ماما، بابا، رائع. هنعمل إيه؟ مش عارفة. واو، أنا عارفة، في أي موقف محير، روحي نامي. بقينا الصبح، وقت الصحيان. صباح الخير يا حزن. أهلا، شنطة مين دي؟ أنا متأخر؟ هي، أوه، فين؟ أروح فين؟ هنا؟ مين ده؟ مش عارفة. فهمت. كم زرار؟ طيب، أحط حاجتي فين؟ وأنت مين؟ أهلا، أنا القلق. تشرفنا، يلا نحضر. إيه ده؟ سرير أطفال؟ رايلي، تعالي هنا، اقعدي معانا. اتعرفي على أختي. عايزة تشيليها؟ خليكي شجاعة. أوه لا، بلاش كده. يا ربي، أنا مرعوب. إيه الكابوس ده؟ إيه معنى ده؟ رايلي، مالك؟ أوه لا، إيه؟ مش عارف. رايلي، أنتي كويسة؟ بطل قلق، يلا نشغل الفرحة. دي لطيفة قوي.
هتكونوا أفضل إخوات في العالم. رايلي، أنتي الأفضل. مبسوط إنك دعوات المدرسة. دي ملكة الكلية. أوه رائع، ممكن نكون أصحاب معاها. ده مذهل. هاي، مالها البنت دي؟ تعرفيها؟ هعرف دلوقتي. أوه يا ربي، أوه دي جاية لنا. لا، إيه اللي بتعمله؟ ليه؟ هي جاية هنا، أعمل إيه؟ إيه اللي بتعمله يا قلق؟ لازم نصلح كل حاجة. أهلاً. أوه يومياتي. واو، إيه ده؟ ممكن أشوف؟ لا 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 لا، ها؟ كنت بس بجرب لبس عشوائي. مش مشكلة، الملكة بتحب ده. ده لطيف. وإيه ده؟ إنذار أحمر، إنذار أحمر، إحراق. ده مش حاجة مهمة، مجرد حلم. بتحاولي تكوني زيي؟ ده مش هيحصل يا فاشلة. ده محرج قوي. إحراق. أهلا، استني، ده كان فظيع. بابا؟ بيبي، إيه اللي حصل؟ النهاردة في البريك الملكة توترت جداً، شافت الكراسة بتاعتي. يا حبيبتي يا مسكينة، مش عارفة هديها. خليني أحاول. فهمت، عندكم بنت جديدة دلوقتي. إيه؟ حبيبتي ما تعيطيش، هما مش بيحبوني خلاص. أوه أهلي، وحشتني الأيام دي، كنا بنقضي وقت حلو مع بعض. أوه دي ذكرى حلوة قوي. رايلي المفروض تكون غيرانة من نفسها. ده نفع. خلاص كده دوري. إحراق؟ مين سمح لك؟ أنا محرجة قوي من تصرفي الوحش مع أهلي. كلكم روحوا ناموا. وانت؟ أوه يا ربي، أنا بس اتوترت. اطلع بره، ملكش كلمة هنا أصلا. وقت إن احنا ننام، لازم نكذبوا صفنا. هي تعال هنا. أنا؟ أوكي أنا جاي. اسمع، عندنا خطة. أيوة أنا موافق. رائع. صباح الخير، النهاردة يوم عظيم للحقد. هي يا جماعة، إيه الأخبار؟ يلا يا إحراق. أوكي. صباح الخير يا بيبي، فطارك جاهز، استمتعي بوجبتك. سيريال تاني؟ ايه اللي نسيته هنا؟ اوه معلقتي. ايه؟ مين عمل كده؟ فيو، متغطية بشعر، مقرف، لازم اغسلها. مرة كمان. اوه لا، انا بكره لما المعلقة تعمل كده. ايه اللي بيحصل؟ هاي، انا متوتر بالفعل. ورجلي. اوه لا، المفروض نعمل ايه؟ هاي يا صديقتي، اكيد في حل. انتوا عملتوا ايه؟ عدوني. لا ما تعملش كده، الامور هتسوء اكتر. اطلعوا بره. اوبس فهمت، هروح للوحة التحكم. خلاص كده، ايه اللي بيحصل؟ او لا، هو هيدمرنا كلنا. حسوا بقوة غضبي. ده كابوس رهيب. حبيبتي انت كويسة؟ اتنفس يا غضب، تقدر تتحكم في نفسك. حاجة حزينة جدا. حبيبتي كل حاجة هتبقى كويسة. طيب يا مشاع، دي قاعدتنا الجديدة دلوقتي، لوحة التحكم مش هتكون تحت سيطرة مشاعر واحدة. أوكي زي ما تقولي، دلوقتي هنشتغل كلنا مع بعض كفريق واحد.
موافقين؟ ده هي. طب يلا نبدأ. هو الصبح جه؟ الساعة كام دلوقتي؟ اسكت يا منبه. ايه؟ عندي امتحان النهاردة؟ اوه لا، ازاي نسيت؟ اوه ده وحش، شغلوا الخوف. اعمل ايه دلوقتي؟ انا متوترة جدا. احنا هنصلح كل حاجة مع بعض. ليه ما ذاكرتش بدري؟ طيب هذاكر على قد ما اقدر النهاردة. هايل يا جماعة، مزيج هايل. انا جبت A بلس. ماما بابا هما معايا تاني. اهلا، بقالنا فترة كنزنا. انا هساعدك يا حقد. بصي جبت لك ايه يا اختي، وكمان جبت A بلس في امتحاني. واو رايلي، انت عبقرية، رائع، احنا فريق عظيم. هايل يا جماعة، احنا رائعين، احنا بنشتغل كفريق. طيب يا جماعة، مش وقت ان رايلي تنام؟ ايوه يلا بينا، واحنا هنتفرج على احلامها. لا، الرسمة بتاعتي، قطعوا رسمتها الوحشة. اعمل ايه دلوقتي في مشروع الرسم بتاعي؟ وشي، اديني الزرار ده. لا، انا هوريهم. اهدوا، مش قادرة اتحكم في نفسي. اعمليها مناديل. رسمتي. سيبوها دلوقتي، هتكسروه. اوه لا، انا قلت فاشلة. ايه ده؟ مش عارف. واو، ده وقت اطلاق مشاعرك. هنقول لماما. هاي تعالوا هنا. ايه اللي عندنا هنا؟ ده مضغطي بالدي ان ايه. شوية سحر كده احسن. اتفضلي. ياي بيوتنا. هنبدأ منين يا قلق؟ ها؟ شوية حاجات بس. اوبس، بصي عليه. أو عينيا. اتفضلي، جاهز. هاي، أتمنى ما يقعش. إيه اللي عندنا هنا؟ أنا بحب الألعاب، ممكن أستلف ده؟ لو متأكدة إنها فكرة كويسة. أيوة، شكرا. يلا نشوف هنا إيه. رائعة مش كده؟ هنصب مية، سهلة. محتاجين كتير من المشاعر الكويسة. واو، نفعت. أنا بحبك فعلا يا بيت. ها؟ ألا؟ كنت عارفة إن ده هيحصل. فيهو، مش نافع. هنقذك. فيهو، تقيلة، مش قادرة أتنفس. أنا بحاول. أوه يا جماعة، اعملوا لايك للفيديو علشان نملى شريط الطاقة. كملوا، مش كفاية. بسرعة، لايكس أكتر. جاهزة. ياي، هو أنا ميتة؟ لا، إديني إيديكي. فيو، شكرا يا جماعة، شكرا. الأصوات دي، ده ممتع قوي. وقذر، خلصت على المتنمرين. نظارات الواقع الافتراضي، تعال هنا. أو تاني، ناس كتير حذروهم منهم. اشمئزاز، أنا آسف. دي شكلها مش مناسب. واو، دي شكلها حقيقي. هي شوف مين هنا. يلا نخلي البيت ناعم. أنا كمان محتاجاه. إديني، هتقطعيه. اتقطع. أوه، أسفة، كان ممكن تطلبي. عندنا كفاية الاتنين. فيو، أخدته. قماش ودهان، يلا نطوره. الأورنج أحسن من الأسود، هينفع أكيد المرة دي. وأنا بخلص. ترى، أوكي، مفيش عندي وقت. خلصت. باي يا آلة يا غبية. يلا نكتب ده. خلصت الإطار، وأنا كمان. أوه صح، الأسنان. ديناصور؟ مش لطيف خالص. بصوا على الفم ده، بس لو ما كانوش انقرضوا كانوا أكلونا كلنا. مفيش أفكار من دي تاني. امشي كده أحسن. واو، أفكاري اتحققت. منشار؟ أوه فهمت، أتمنى ما تأذيش. طيب كده تمام، الأسنان جاهزة، مثالية. واو طلع مذهل. أيوة شكرا، باي. اللي تزوق.
أوه، هي يا جماعة، يامي، مقرف، غبي. بيبي ممكن تساعديني؟ بتحبي الكندي؟ امسكي، ساعديني. أوه، تقريبا مسكتها، شكرا. أنا فامباير. أوه، ما أقدرش. صح، أقدر ألعب بالكور. أنا أحسن في البنى. ثانية واحدة. أوه، عرفت. واحد، اتنين، تلاتة. مظبوطين جدا. محتاجين شفايف. محتاجة أسويكم. إيه الصوت ده؟ أوه، حربيني. استعد. ها، ما جاتش. كفاية. سيفي، وقت استخدام سلاحي السري. عيني، دي بتحرق. يلا، ما تمسكنيش. غضب؟ ايه اللي حصل؟ خد منديل. اوف، احسن بكتير، شكرا. يلا نقعد هنا. النظافة دايما بتكسب. هنعمل ايه في تسريحتك؟ فكري فكري. شوبينج. ممكن مارشميلو؟ لذيذ جدا. ممكن كوكيز؟ عادية قوي. هي، ممكن برينجلز يناسبك أكتر. أوه لا، بطاطس؟ كمية كبيرة قوي. أوه لا. أنا عارفة أنتي محتاجة إيه. افتحي. ترى، هي ما تنسيش تدفعي. في مسدس في جيبي. ما تضربيش. لا بصي، باي. وقت عمل الشعر. نلف شوية أسلاك مع بعض. ونجيب شريط. نقصه قطع متساوية. دلوقتي هستخدم شريط لزق دبل فيس. نلزق القطع. نسحب الخيوط من الجهة التانية. قصة جميلة. نلفها حوالين السلك. نفق، بس محتاجين أكتر. الضفيرة دي تقيلة قوي، بس أعتقد إنها كويسة. هي فرحة، حاسة بإيه؟ مش كويس قوي، ثابتة شوية. محتاجين تسريحة شعر حلوة. بس ازاي هنعملها؟ اوه، ده مخيف قوي. اوه، انزلي تحت. يو، احنا عايشين. اوه، تسريحة شعر متفجرة. كانت فكرة حلوة مش كده؟ طيب خلصنا. اوه، محرج، بتحصل. يلا نمشي من هنا. حاربني يا اخطر. ايه، خد دي. عاصفة مشاعر. بيم بيم، ما جاتش. غضب، خلي بالك، مش هتمسكني وانا حي. ما تضربوش الازاز، ممكن تعور نفسك بالمناديل. لا، تعالي هنا. ده على جثتي. وقت ان احنا نخلص ده. هي، ابعد عن البيت دلوقتي.